ولدي اللي اتسرق تليفونه مقفول. سليم فين؟ شويه وهيبقى عند ابوه. شويه قد ايه يعني؟ شويه صغيرين. عارفه زمان كنت عامل كيفك كده وكيف كل الخلق اتصربع على الدنيا وعاوز كل حاجة تحصل دلوق حالة، بس رميتي في السجن علمتني كتير كتير قوي، وكل فترة حبست فيها تعلمت فيها جديد. يعني لما خدت إعدام في أول حكم وعرفت إني هموت ضاعت من عندي قيمة الدنيا، ولما بقيوا 25 سنة بعد النقد تعلمت إن مفيش حاجة فارقة، وغلطان اللي يخاف على عمره. ما أنا هو كتب لي عمر جديد اهو. ولما عرفت انك اتجوزتي وانا حوالي الحديد، حديد كتير مقفل علي النجري واشق الارض واخرب الدنيا، الغل كمليني وكان قدامي حل من التنين، يا طق واموت يا اصبر. واخترت ان اصبر واصبر واصبر عشان افضل عايش في الدنيا اللي ملهاش قيمه، بالعمر اللي ما بقيتش اخاف عليه، عشان اوصل لليوم ده، يوم اخذ الحق يا جليله اللي ما وصلنيش ليه غير الصبر، الصبر اللي مخلينا سوا دلوقتي يا جليله. يا ريتك ما تحملت ولا تعلمت ولا قدرت تعود نفسك عليه. ملعون أبو الصبر لو هو اللي طول في عمرك. يا ريتك يا أخي كنت مت في أول سنة حبس، كان الواحد حزن عليك فترة وعدت وكان فضلك عندي بس الحلو، لكن أنت صبرت عشان تبلي كل وأولهم أنا. صبرت عشان في الآخر تموت تبقى اللي قتلتها هي نفسها اللي حبتك. ولدي وصل بيت ابوه، انت ميت يا عساف.